أهلا بكم. تتناسل الأحداث المتصاعدة في المحافظات الجنوبية مجالس وكيانات من كل نوع، فبين مجالس سياسية وتحالفات وكيانات قبلية يبدو المشهد جنوبا وكأنه يتجهز للحظة انفجار تنقسم فيها كل محافظة على نفسها. بعد حضرموت التي أعلنت مجلسا سياسيا، بدأت محافظة أخرى في التحرك لإنشاء مجالس قبلية قد تقود لمجالس سياسية، وعلى رأسها شبوة وأبيان، وقبلهما كانت المهرة تقود حركا قبليا مستمرا منذ أعوام، كما تشير الأخبار إلى تحضيرات لمجلس أهلي في عدن. يبرز تفسيران إزاء هذه الحالة، أحدهما يرى أن المجلس الانتقالي كان السبب وراء هذا التطور بعد أن ضرب الإطار الجامع لما يعرف بالقضية الجنوبية وما أنتجته سياساته من مظالم وقضايا جديدة على مستوى المحافظات، حتى قبل أن يحقق هدفه بإعلان الدولة الجنوبية، وهو ما جعل كل محافظة تسعى لتمثيل مصالحها الخاصة بعيدا عن المجلس الذي يقدم نفسه حاملا لمشروع استعادة الدولة الجنوبية. فيما يرى آخرون أن الوضع القائم الآن يعكس صراعا سعوديا إماراتيا، فمعظم الكيانات المعلنة مؤخرا تبدو كأنها تحرك سعودي لمواجهة الإمارات وأدواتها المتمثلة بالمجلس الانتقالي وما يدور في فلكه من تشكيلات عسكرية وسياسية. إذن لنقاش أوسع سيكون معنا من القاهرة رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية عبد الكريم السعدي. مرحبا بك معنا سيد عبد الكريم. وأيضا من القاهرة ينضم إلينا الصحفي صلاح السقلدي. مرحبا بك أيضا سيد صلاح. مرحبا، طيب الله أوقاتكم، جمعتكم، أنتم السادة المشاهدين مباركة إن شاء الله. أهلا بك. وبداية السؤال المشترك، إذا لا يكاد يمضي أسبوع دون أن نسمع عن تحضيرات لتكتل قبلي أو سياسي في محافظة من محافظات الجنوب، ما الذي يعنيه هذا برأيك؟ نعم. سيد صلاح. نعم. التاريخ هنا، التاريخ الحديث يعيد نفسه تقريبا، فغدات حرب 94 نفس القوى ولذات الهدف وبنفس الادوات، استخدمت ادوات الاستنساخ وادوات التشكيل هذا، فانا اتذكر تماما كيف تم استنساخ نظير الحزب الاشتراكي اليمني وحتى صحفه الوحيده صحيفة الثوري، وتم هناك مسميات اسم الاشتراك الوحدوي وحتى مقراته تم تقاسمها في ذلك الوقت، خوفا ورعبا من ان يكون الصوت الجنوبي حاضرا في ذلك الوقت. واليوم ذات القوى نفسها وعلى ذات الخطى تمشي باستنساخ كثير من الكيانات القبليه والجهويه والاجتماعيه التي نراها اليوم، ولكن للاسف الشديد بان هذا هو لا يقوم فقط بواسطه تلك الادوات التي كانت 94، بل دخل عامل اقليمي جديد، واعني بالذات المملكه العربيه السعوديه هنا لذات الاغراض، هي اجتمعت كل هذه القوى لتقاسم الكعكة الجنوبية أو هكذا يخططون. لكن في تقديري بأن هذه الكيانات هي المعيار الحقيقي والمحك الحقيقي، وسيكون بالتنفيذ، فإذا ما تم اتفاقات هناك أو لنسميها المؤامرات التي ستتدبر على حين غفلة، وأنا على يقين من ذلك، ستصطدم بالواقع على الأرض وتتفشل بصخرة الوعي الاجتماعي الذي تشكل في المحافظات الجنوبية اليوم. فهذه المساعي لا أعتقد بأنها نصرة لا لحضرموت ولا لشبوة ولا لأبيان ولا لعدن ولا لغيرها، لأن هذه القوى هي نفسها التي أوجدت مأساة الجنوب، هي التي سامت الجنوب عسفا وظلما وقارا منذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة، وهي ذاتها التي ترفض اليوم أن تعيد لهذه المحافظات حقوقها، حقوقها على الأقل فيما يتعلق بالثروات وحقوقها الاجتماعية وحقوقها السياسية حتى. وبالتالي فأعتقد بأن كل ما تحركت القضية الجنوبية، كل ما حققت انتصارات وحرزت كثير من المكاسب، تتحرك هذه القوى لذات الأغراض ولذات الأطماع. وللأسف الشديد أن هذه القوى دارت حرب
دارت في 360 درجة تقريبا أو نعم 180 درجة هي والمملكة العربية السعودية، وتركوا الحرب الرئيسية التي يقول الملا، تركوا الحوثيون يسيطرون على الشمال دون أن يحركوا أي ساكنا، وبقيت معركتهم الحقيقية ومعركتهم المصيرية هي بالجنوب. هذا هو اليوم الحاصل، ولكن أعتقد بأن هذا سيفشل بدون أدنى شك، نعم وهناك واضح. تشكل وعي كثير من الجنوبيين لدى كل هذا، حتى هذه الشخصيات التي تستخدمها السعودية وتستخدمها الأحزاب كجسر للعبور إلى ضفة مصالحها وضفة أطماعها، بس ستفشل بإذن الله تعالى. ونحن نتحدث هنا عن تجارب طيلة 30 سنة أو ربع قرن على أقل تقدير. إذن سيد عبد الكريم، بين الفينة والأخرى يتم الحديث عن ظهور تكتلات جديدة قبلية أو حتى سياسية، كيف تعلق أنت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. وأتمنى أن يكون الصوت أوضح من كذا، أنا الصوت عندي ضعيف جدا، ما أسمع الصوت. نحن ولا نسمعك أدري هل بشكل تسمعوني جيد. أم لا. تفضل. فيما يخص أول تحياتنا لكم ضيوفكم الكرام ومشاهديكم الكرام. فيما يخص المتغيرات أو ظهور المكونات هنا أو هناك، سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب، هي تفرضها حالة من حالات الاحتياج أو الاستحقاق، عندما تعجز الأطراف التي في صدارة المشهد عن تحقيق شيء ملموس، سواء للقضايا التي تتبناها او للاهداف التي تذهب او تدعي انها او تتحمل او تمضي الى تحقيقها. عندما تعقد هذه المكونات او الاحزاب او الجماعات، فمن الطبيعي ان يخلق البديل. وما نشهده اليوم في الساحه هي بدائل لحاله عجز استمرت 9 سنوات، لم يستطيع كل القوى التي في الساحة أن تعبر تعبير حقيقي يجمع الناس حواليها ويقنع الناس أنها فعلا صادقة في دعواتها وفي أهدافها، وبالتالي ذهبت الناس إلى الخيارات الأخرى. طبعا بعيدا عن الأحكام المسبقة على هذه المكونات، وأن هذه المكونات تحركها قوى معينه او خائنه او عميله او 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 من هذا القبيل، طبعا معروف ان الساحه اليوم اليمنيه بشكل عام شمالها وجنوبها هي صناعه اقليميه، يعني مش صناعه وطنيه. الان القوى الوطنيه محاربه، القوى الوطنيه مشرده، القوى الوطنيه غير موجوده على الساحه. كل القوى اللي موجوده هي قوى تبنتها دول الاقليم، صناعتها فلحتها وتدفع لها مرتباتها، فبالتالي لا عاد نعاير بعضنا البعض انه هذا عميل وانا مش عميل، انا هذا عميل لانه جاب في السعوديه وهذا مش عميل لانه جاب في الامارات او العكس. لا، ما هو يا نكون كلنا عملاء يا نكون كلنا وطنيين هنا ونخرج من خطاب التهوين هذا. لكن المهم في الامر هي الحاجه، والحاجه هذه هي دليل دامغ على فشل القوى التي موجوده في صداره المشهد إذن عن تحمل القضايا التي تدعي انها تحملها. وبالتالي نحن امام واقع يجب ان نقبله ويجب ان ندعمه. المجالس الوطنيه انا شخصيا من اول وهله اعتبرتها مجالس تفيد الوضع. نعم وضحت. اذا سيد صلاح، تختلف مع المكونات، اذا سيد صلاح هذا الانفجار ولكنها هي تفيد المجتمع سواء في الشمال او في الجنوب. إذا سيد صلاح، هذا الانفجار الكبير وهذه التكتلات التي ظهرت الآن هي نتيجة الاحتياج وعدم وجود حامل وطني حقيقي كما تحدث السيد عبد الكريم السعدي. الحديث عن أن هذه هي البدائل، فهذه المكونات التي تظهر هي أساس أتت من رحم الأحزاب، من رحم الأحزاب التي هي موجودة في هذه الشرعية. كثير من هذه المكونات القبلية والقهوية هي أساسا أتت من إما يتخفى خلفها حزب الإصلاح الذي هو شريك في الشرعية، يتخفى خلفها المملكة العربية السعودية الذي تقود التحالف، وبالتالي أين هو البديل؟ أي قوة أتت من السماء بديلا عن أحد؟ كل القوى هي أساسا ممثلة بقوى بالظاهر وبالخفي.
فالحديث عن هن هذا بدائل لا اعتقد بانه صحيح، والا لكن باركنا من اول لحظه حتى هذه الساعه، فكل ما بالامر هو ان هناك نوايا لعمليه تشتيت وافعال هاله وضبابيه حول القضيه الجنوبيه، وبالتالي احتوائها بمثل هكذا اغراق الساحه بمثل هذه الكيانات. وكأن احنا نتحدث عن تعدديه حزبيه في ظل هذه الاوضاع، في ظل هذا نحن اكثر ما كان يعيقنا ونقطه ضعفنا في الحراك الجنوبي كما يعرف الاخ عبد الكريم هو ان التشتت والتمزق وتعدد الرؤوس التي عانى منها المجلس الحراك الجنوبي، وعندما اصبح لنا مظله سياسيه على كل علاتها وعلى اختلافنا معها، لكنها بالاخير هي افضل من هذا التشدد، افضل مما كان يعاب علينا في الحراك الجنوبي، ان العالم لا يعرف مع من يتعامل، لا يعرف مع من يتعاطى، لكن يعني بحكم لكن بحكم في المقابل هناك سيد صلاح من يقول ان ظهور هذه المجالس وهذه التكتلات هي بسبب ممارسات الانتقالي ومحاولة تصديره بأنه الحامل الوحيد للقضية الجنوبية. حتى المجلس الانتقالي لا أعتقد أنه بيزعم بأنه الوحيد، ولكن حقيقة هو القوة الأكثر حضورا جماهيريا وتنظيميا على مستوى الساحة الجنوبية، فإذا كان هناك من بديل أفضل من أن يمثل القضية الجنوبية وينتصر لها غير المجلس الانتقالي، لصفينا خلفه بدون أدنى شك، لكن أن نسعى لإفشال ما هو موجود ونبحث عن الضياع، نبحث عن نقطة الصفر التي عندنا، فهذا بدون أي مماربة، بدون أي زيف، هي مؤامرة حقيقية حتى وإن كان البعض انخرط بها بحسن النوايا. فعادت الأمور إلى نقطة الصفر، إلى نقطة التشتت، إلى نقطة التمزق، إلى نقطة تعدد الكيانات التي كانت حراك الجنوبية، هذا يعيق القضية، بل حتى القوى الشمالية هي تصبح لا تعرف مع من تتعاطى، لا تعلم مع من تتعاطى، فوجود كيان سياسي مظلة سياسية للقضية الجنوبية ومصلحة الشمالية أكثر منها حتى مصلحة للقضية الجنوبية، وبالتالي إغراقها بمثل هذه وإيجاد مجالس وكيانات وهيئات نظيرة للمجلس الانتقالي هو ليس إضعاف للمجلس الانتقالي، بل هو إضعاف وتمزيق للقضية الجنوبية وترك الثغرة تماما لخصوم القضية الجنوبية بأن يقولوا ما يريدونه ومعهم حق في ذلك، بأنكم أنتم شتات، بأنكم أنتم في حالة توهان، في حالة تيه من العمل السياسي، وبالتالي لستم أهلا لهذه القضية ولستم ممثلين عن هذه القضية الجنوبية، ومن هنا يتم ومن عبر هذا الصدع يتم الاختراق القضية الجنوبية. وأنا أقدر إخلاص الأخ عبد الكريم، لا أشكك فيه ولا أشكك بأي جنوبي، بل ألوم عليهم بأنهم لا يعون تماما ماذا وراء الكواليس، ماذا يحاك بالضبط القضية الجنوبية. رئيس المجلس الانتقالي هو المطلوب، مثل ما كان ليس رأس الحراك الجنوبي المطلوب، مثل ما كان ليس رأس الحزب الاشتراكي هو المطلوب. المطلوب هو الجنوب بكل هويته، بكل تكوينه، بكل إرثه، بكل كياناته الموجودة، بكل ثرواته الوطنية، وبالتالي ما المجلس الانتقالي إلا ذريعة للوصول إلى الهدف الذي تم فيه بنفس الذريعة باسم الحزب الاشتراكي اليمني عام 94. وأتمنى على الأخوة في الذين يدخلون في هذه الكيانات، فأنا وهنا سأوجه هذا السؤال يا ضيفنا عبد الكريم، كل المحافظات معها حق أن تكون لها دولة. إذا كان سيد عبد الكريم، هذه التكتلات تستهدف الانتقالي وهي مجرد محاولة لضرب هذا الحامل وهذه المظلة السياسية بهدف إضعاف القضية الجنوبية. الحقيقة أن تمترس الأخوة في الانتقالي حول هدف التمثيل هو من يجعلهم دائما متحسسين ومتخوفين من اي شيء يظهر حواليهم في الجنوب. هم يتخوفوا من المنافس. الاخوه في الانتقالي انشغلوا بمعركه التمثيل لدرجه انهم نسيوا معركه التحرير. ولو نلاحظ مشوار نضالهم منذ ان وقعوا على تسليم اسلحتهم في اتفاق الرياض ودمج قواتهم ضمن قوات الدوله اليمنيه اللي يعتبرها معاديه ويعتبرها خصم، ومرورا بالاداره الذاتيه والتراجع عنها، مرورا بمعركه استبعاد بن دغر والاتيان بابن تعز معين عبد الملك، ومرورا ايضا بمعركه استبعاد الميسري والجبواني وعبد ربه منصور هادي والمجيء برشاد العليمي والمجيء ايضا بحزب الاصلاح الذي حرموا اساسا عمله في المعله في شارع مدرم هو والقاعده وداعش. كل هذه المتناقضات تؤكد ان الاخوه الانتقالي يعيشوا هاجس التمثيل أكثر من هاجس التحرير، وبالتالي
من الطبيعي أن يتحسسوا ويتخوفوا من أي ظهور لأي مكون لأي جبهة لأي عمل وطني اجتماعي سياسي، هذا يخوفهم لأنهم لا يريدون شركاء، يريدون الآخرين أن يأتوا مثل ما جاءوا بعض الأخوة وراحوا ودخلوا وانضموا باسم الحوار، حوار أدى إلى انضمام إلى التحاق إلى إلحاق. هذه كلها الثقافة هي محاولة لإعادة التاريخ للوراء، وهذا طبعا مستحيل يحدث. وممكن طبعا نحن غيرتنا على القضية الجنوبية تنطلق أولا من ترتيب البيت الجنوبي، نحن نعلم جيدا أنه لا انتصار لقضيتنا إلا متى اتفقنا نحن كجنوبيين، إنما عندما نتصارع ونتخلق كل يريد أن يكون هو الممثل ولا يريد أن يقيم حوار حقيقي، فنحن هنا أمام مشكلة لا علاقة للأخوة في الشمال بها، خلاص خرجوا الشماليين كانت مشكلتهم معنا، مشكلتنا أصبحت جنوبية. أخي صلاح لا يريد أن يخرج من خندق الانتقالي، أريد أن يخرج إلى خندق الجنوب، نحن نريد أن نخرج إلى خندق الجنوب، لا نريد أن نبقى في خندق مكوناتنا، إذا بقينا في خندق مكوناتنا فنحن سنتقاتل. نعم. يوما ما سنتقاتل، اليوم عندنا لم نتقاتل لأنه طرف يمتلك سلاح وطرف أخرى بدون سلاح، لكن بيجي الوقت اللي بتجي المصالح الإقليمية تسلح الأطراف الأخرى وبالتالي بلغ أنفسنا في مواجهة بعض. علينا أن نخرج من المكونات إلى خندق إلى ساحة الوطن يا صلاح، ونبدأ نفكر في كيفية التلاقي. لا تحدثني عن تحرير وأنت تخون كل أبناء الجنوب، أبناء المجلس الوطني في حضرموت خوانا وتحركهم أحزاب. الانتقالي فيه الأحزاب، الانتقالي من مشكل؟ مشكل من المؤتمر الشعبي العام، من رابطة أبناء اليمن وأبناء الجنوب لاحقا، من الحزب الاشتراكي فرقة طغمة، هذا مش الحزب الاشتراكي الكامل يعني، مع واخذين وفق طغمة 13 يناير. نعم. هل هذا التكوين، هل هذا الخليط مش أحزاب؟ أحزاب نعم، والقوى الأخرى أحزاب. الشعب اليمني متحزن شمالا وجنوبا، كان يعتبر الحزبية زي الجيش يسلم منها مرتبات بياكل عيش، وبالتالي لا تقدر أن تبعد واحد عن 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 اتهام مكون. نعم. دون اتهام مكون آخر. دعونا من الاتهامات، خلونا نبحث عن نقاط الالتقاء. نقاط الالتقاء أننا نخرج من خندق المكونات، من خندق الأحزاب، وندخل خندق الوطن. إذا دخلنا خندق الوطن وتخلينا عن انتماءاتنا المناطقية وتمترساتنا المناطقية والحزبية، فنحن بدأنا الخطوة الأولى. مسألة أنه تخوض يعني أنه الانتقال استهداف الانتقالي أو انتقاد الانتقالي هو انتقاد القضية الجنوبية، هذا منطق مغلوط، هذا اتبعته الجبهة القومية وفشلت. سلمت الجنوب بما حمل عليه عبد الله صالح في ليلة ما طلع لها نهار يا صلاح، فبالتالي لا نعيد التاريخ، لا نعيد غلطاتنا، لا نكرر أنفسنا. إذا سيد صلاح، وليس الجنوب. نعم. الحراك الجنوبي لم يفوض أحد، وضحت الجنوبيين لم يفوضوا أحد، وضحت. وهنا سأنقل ما ذكرته سيد عبد الكريم إلى ضيفنا السيد صلاح. سيد صلاح، إذن الانتقال يقدم نفسه بأنه يعني ممثل لكل الجنوبيين، وهنا الفكرة ليست يعني كاملة، لا هو يمثل كل الجنوبيين ولا كل الجنوبيين يريدون الانفصال. أتمنى على الأخ عبد الكريم ولو مرة واحد من الحلقات التي يتم الاستضافة فيها أن يبعد من النبش الماضي وإثارة النعرات القبلية والقهوية والمناطقية. فأنا أسأل الأخ عبد الكريم بقلب صادق وبسريرة نقية، كم مرة أنا ذكرت منطقة من مناطق الجنوب أو أشرت إلى أحداث قديمة أو نبشت من الماضي مثل ما يفعل الأخ عبد الكريم؟ الأخ عبد الكريم في ذات الوقت يدعو ويستحسن تشكيل هذه الكيانات وتشكيل هذه المجالس في الوقت الراهن، ثم يدعوني شخصيا ويدعو الكل بأن يخرجوا من داخل خنادق هذه الكيانات. لا أفهم هذا التناقض. يدعونا نعم. من نعود لسؤال الحلقة سيد صلاح، الكيانات التي يستحسنها إلى رحاب القضية الجنوبية، هذا إلى رحاب القضية الجنوبية، هذا ما نتمناه وما نريده. اليوم لسنا مع المجلس الانتقالي كمجلس انتقالي، أنا معاه كفكرة، لكن الانتقالي يقدم نفسه بأنه يمثل كل الجنوبيين وبأنه لا أعتقد بأن أي كيان يستطيع أن يقول بأنه يمثل كل ولا كل الجنوبيين مع الانتقالي، ولا كل الجنوبيين أيضا يريدون الانفصال. نعم، ولكن الأغلبية الساحقة هي مع استعادة الدولة، هذا حقيقي التي حتى يدركها الشماليون قبل الجنوبيين، فالحقيقة هي واضحة. لأن نشكوا إلا لما شفنا هذه الحملات وهذا
الصرع السياسي الذي نراه اليوم. أتمنى على الأحاب الكريم أن يكون منطقي وأن ينتقد. نحن لا نتردد ولا نتوانى على الإطلاق في نقد المجلس الانتقالي، ولكن أن نخطئه على طول الخط ونعتبره بأنه الشيطان الرجيم، فهذا كلام لا يستقيم لا مع العقل ولا مع المنطق ولا مع الواقع الذي نراه اليوم. فمثل هذه الكيانات، مثل هذه الكيانات إذا كانت ستنتصر لكل محافظة فنحن خلفها ونحن سندا لها ونحن عضلا لها سنكون، ولكن نحن نعرف تماما من هي القوة التي دفعت بهذا بهؤلاء، ولماذا في هذا الوقت، لماذا كلما تحركت القضية الجنوبية يتم تأسيس وإنشاء مثل هذه الكيانات؟ لماذا لماذا الأخ عبد الكريم أن يسأل هذا الكلام؟ ليس حبا في الجنوب، فهم الذين أضعفوا الجنوب وأخضعوا وأذلوا من هم هؤلاء نفسهم. فكيف من هي سيد صلاح إذا يعني كان كلامك واضحا، إلى من توجه الاتهام بأنها هذه القوى هي من دفعت لتشكيل هذه التكتلات والمجالس؟ بالتأكيد هي الأحزاب، أول حزب الإصلاح، وكثير من التوجهات الموجودة داخل حتى المؤتمر الشعبي الآن وداخل هذه الشرعية لديهم. الأمر الآخر أن التحامل على المجلس الانتقالي من الأخ عبد الكريم فهو حمل المجلس الانتقالي بأنه هو الذي أبعد بن دغر، وهو الذي أتى بحسب قوله ابن تعز، وهو الذي أتى بالعليمي، وهو الذي أتى. إذا كان المجلس الانتقالي لديه كل هذه القدرة لما كان عبد الكريم ضده ولما استصغرها بهذا الشكل. فنحن نعرف تماما أن هناك قوى، ويعرف عبد الكريم تماما بأن هي التي أبعدت بن دغر، هي التي أبعدت قبله بحاح، هي التي أجابت بالمعين كلها. كل هذه هي ضمن ما يديره التحالف، فلا ننكر على الإطلاق بأن احنا ضمن هذه المنظومة وضمن هذا الوضع الذي قائما هنا. لكن بكل تأكيد بأن هناك فرق ما بين المصلحة وما بين التبعية. فلا لا لا من لا يمكن منظور آخر سيد صلاح، يعني تردي الخدمات والاقتصاد في محافظة عدن هو ما يحذو بهذه المحافظات لتشكيل هذه المجالس حتى تتخلص من هذه الهيمنة ومن تردي هذه الأوضاع. السؤال سأجيب عليه بسؤال، هو من هو المسؤول عن تردي هذا؟ التي يتحمل الانتقالي جزء من مسؤولية تردي الأوضاع كونه المسيطر في هذه المناطق. إذا كانت المعنى المسيطرة هي بمعنى أنه مسيطر على الموارد، لا، فحتى المجلس الانتقالي بنفسه لا يقول كل الموارد، حتى الموارد محافظة عدن تورد إلى البنك المركزي وهي المحافظة الوحيدة، وبالتالي من لديه القدرة على التغيير، من يمسك بالموارد كلها وبالقروض بالمؤسسات المالية بالبنوك بكل المنظمات الإغاثة، كل هذه الموارد كل هذه المسارب، الجهة التي بيدها كل هذا هي المسؤولة عن تردي هذه الخدمات، وهي المسؤولة بالتالي عن توفيرها. لا يعني بأن وجود المجلس الانتقالي على الأرض كقوة سياسية كقوة عسكرية بأنه يمتلك كل الموارد وبالتالي يجب تحميله. فالشرعية هي بنفسها تقول صراحة أمام العالم بأن السبب التردي هو أن الحوثيين منعوهم عن تصدير النفط والغاز، فكيف يتحمل المجلس الانتقالي تعترف به هذه السلطة؟ الأمر الآخر أن هذه السياسة هي سياسة مسيسة بكل ما للكلمة من معنى، يراد بالتالي إذلال المجلس الانتقالي والقضية الجنوبية، كل من ينتصر للقضية الجنوبية تركيعه تحت مسمى الخدمات وتحت مسمى المرتبات وتحت مسمى الجانب المعيشي وهبوط العملة الذي نراها اليوم بشكل لافت لا تخطو عين على الإطلاق. إذن سيد عبد الكريم، يحظى المجلس الانتقالي بوجود كبير في هذه المحافظات التي أعلنت تشكيل تكتلات أو حتى مجالس جديدة، بالتالي يعني ليس الصحيح أن نقول بأن هذه المحافظات ترفض مشروع الانتقالي؟ أنا لم أسمع السؤال كاملا، ولكن سأتحدث أنا لا سأعيد عليك السؤال. يحظى المجلس الانتقالي بتواجد مهم وكبير داخل المحافظات التي أعلنت تشكيل مجالس وحتى تكتلات، وبالتالي ليس من الصحيح القول بأن هذه المحافظات ترفض مشروع الانتقالي. نحن الآن نتحدث عن الانفصال من الوحدة. نحن في مرحلة اليوم تتطلب مننا أولا ماذا؟ نحن نتحدث عن الانتقالي سيد عبد الكريم. عشان أنت تتكلم عن الانفصال لازم يحصل عندك إجماع ولو نسبي. عشان تتحدث عن الوحدة لازم يحصل عندك إجماع ولو نسبي. والآن نحن بعد أن عجزت النخب خلال أكثر من 50 سنة
من تحقيق اي هدف من اهداف الشعب او اهداف الثورات اللي استقامت علينا ان نراجع الاليه. الاليه هي لازم تكون استفتاء للشعب، لازم الشعب يقول كلمته، ونحن لن نملي على احد، وعلى الاخرين ان نلتزم ويحترموا الشعب هذا، ولكن وفق معايير واليات قانونيه ومعترف بها. وليش نعم. لكن سيد سيد عبد الكريم، انا اتمنى ان يكون سؤالي واضح. اسمح لي انت بان اوضح سؤالي وبعدها تعلق كيفما تحب. هذه المحافظات التي اعلنت انشاء تكتلات ومجالس تحظى الانتقال يحظى بتواجد كبير داخلها، فليس من الصحيح ان نقول ان هذه المحافظات ليست مع مشروعه. سمعت الشيخ. تفضل. الانتقالي في اغلب المحافظات يحظى بوجود اعلامي، لا اقل ولا اكثر. لو كان الانتقالي عنده وجود حقيقي في المحافظات لما احتاج لهذه المظاهرات ولهذه الدعوات لقاءات معركه الحشم. الانتقالي اذا كان حقق فعلا هذا التواجد في المحافظات الجنوبيه، العقليه الجنوبيه هكذا تاريخها، هكذا واقعها يقول انه من تمكن ولو بنسبه 20% غدا ما يتاخر. وتاريخنا شد، ارجعوا اقراوا التاريخ، شوفوا قتال الرفاق، شوفوا ما قبلهم، شوفوا كيف تم الحرب في الثورة الأولى والقتال بين القوى في الثورة الأولى. نحن العقلية الجنوبية إذا امتلكت 20% من الأدوات ومن القوة ستحسم الأمر، ستقود معركة التحرير سواء خسرت أو كسبت. فالانتقالي إلى الآن يعرف نفسه جيدا أنه ضعيف، ويعرف نفسه جيدا أنه ممزق، المجتمع الذي يتكلم باسمه ممزق أشلاء، لأن سيكون أمام مشكلة كبرى. حتى لو خرب الشمالين وسلموا وسلمون الجنوب، يعرف نفسه أنه بيتغافل الجنوبيين من 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 زاويه لزاويه في عدن وفي غيرها، وبالتالي هو غير قادر على تحقيق شيء. الشيء الاخر، الانتقالي لا يمتلك قراره بحيث انه يكون له قرار يتخذه سواء بالسلب او بالايجاب. الانتقالي ما زال اداه من ادوات دوله الامارات، الوحده الخاصه الاماراتيه هي من تحركه، هي من حركته الى ابين، هي من حركته الى شبوه وخرب المحافظتين، والان هي من تدفعه الى حضرموت. نعم. لا، يجب ان نواجه الامور كما هي. أخ صلاح يقول أن احنا ننبش الماضي، نحن نتحدث عن الماضي بخطابنا يا صلاح، أنتم تمارسوا سلوكا ونحن نقرأ سلوككم. السلوك اليوم سلوك منظري، لو أنك عدت أدراجك وشفت مكونك كويس بنظرة محايدة ستعرف أنه امتدادا لشرعية علي سالم البيض الذي طالبت بها في عام 2009 واختلفنا نحن وأنتم حولها. شرعية علي سالم البيض هي شرعية الطغمة. الجنوب ليس الضغمة يا صلاح، الجنوب جنوب واسع أوسع من الضغمة ومن الزمرة، وفي قوى صامتة وهي الأغلبية الساحقة. ماذا عملتوا لها؟ ماذا حققتوا لها؟ ماذا منحتوها من 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 مساحة لكي تعمل؟ أنتم أعلنتم الإدارة الذاتية، وهذه خطوة متقدمة كويسة، لماذا تراجعتم عنها؟ هذا من الأدلة يا صلاح أنه هدف التحرير أصبح مجرد شعار بالنسبة لكم، لا أقل ولا أكثر. أنتم تبحثوا عن وجود في السلطة، أين كانت السلطة هذه؟ ونحن الآن واضح الأمور أن الأمور تسير باتجاه الأقلمة وأنتم موافقين عليها. وبالحديث عن الأقلمة سيد صلاح، وعلى خلفية الصراع الإقليمي الظاهر للعلن، يعني البعض يقول بأن هذه التكتلات هي بدعم سعودي وجاءت نتيجة لهذا الدعم لمواجهة مشروع الانتقالي في المحافظات الجنوبية، بالتالي هل يمكن القول أن أيام الانتقال انتهت؟ لا أعتقد بأنه إلى هذه الدرجة انتهت، لأن ببساطة نقول إذا كان المجلس الانتقالي انتهت فمن هو القوة التي ستحل محله؟ لا يوجد أي قوة حتى الآن، هذا حقيقة يجب أن يدركها الجميع. فالقول بأن المجلس الانتقالي ضعيف في المحافظات، أقول للأخ عبد الكريم الأشياء تعرف بأضدادها. إذا لم يكن المجلس الانتقالي حاضرا لما كان رد الفعل بهذا الشكل، ولما كانت هذه الجهود لإحياء مجالس وإنشاء مكونات واستدعاء مشايخ وقبائل إلى الرياض وإلى 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 وإلى، فهذا الكم الهائل وهذا القلق المتزايد هو يعبر عن الحجم المقابل له تماما. فالقوى الانتقالية هو التحركات الأخيرة التي قام بها المجلس الانتقالي سواء في عدن، الحوار الوطني الذي قام به، الاجتماعات التي قام بها في حضرموت، الهبة الحضرمية، كل هذا أزعاج ليس فقط للأسف، ليس للأسف أقول الخصوم، ولكن حتى الذين محسوبين على القضية الجنوبية الذين لا زالوا مشدودين إلى الماضي ولا زالوا مغرزين بتلك النقطة في عام 86 حتى هذه
لحظة عبد الكريم، أن يقرر هذا وأن يعرف بأن الأفق وراء كل جهده ويصبها كلها كيف يفشل الانتقالي. يا عزيزي سنتفق معك ونرمي بالمجلس الانتقالي خلف الشمس. ماذا لديك؟ ماذا لديك؟ أنا أسأل الأخ عبد الكريم، ماذا لديك من القوى؟ ماذا لديك من مكون؟ أنت لديك مكون، أنت رئيسه وأنت أعضاء. بالله عليك، هل هذا الشتات وهذا التمزق الذي تريده؟ نحن نريد أن نجمع الكلمة، نريد أن نلملم الشتات هذا، وأنت تريدنا أن تمزقنا إلى كتل وإلى أحزاب وإلى أشياء. أي منطق هذا؟ وأي انتصار للقضية الجنوبية هذا؟ ثم أي منطق هذا الحديث عن نحن وأنتم، نحن وأنتم؟ هل هذا يؤسس المستقبل لنا؟ هل هذا يدفن الماضي بسلبياته؟ هل هذا يفتح أمامنا رحاب؟ هنا السؤال الذي يضع نفسه سيد صلاح، لماذا لم يستطع الانتقالي احتواء كل هذه المكونات حتى لا تظهر هذه المشاكل والعقبات التي تواجهه الآن؟ يا عزيزتي علي عبد الصالح والمؤتمر الشعبي بكل هيلمانه، بكل ما أوتي من طاقة وكل ما جيروه من 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 ادوات وثروات، لم يستطيعوا ان يحتوي الاحزاب على هشاشتها وعلى ضعفها. فلماذا تطلبوا من الانتقالي ما عجزت عنه دول؟ المجلس الانتقالي ليس هدفه ولا الان هو يستقصد ان يفشل الاخرين، ان يقمعهم. بالعكس، هو رغب في هؤلاء، ودعوته للحوار الوطني الجنوبي الاخيره غير دليل. هو يرى بهؤلاء سندا وقوه اذا كانوا تحت مظله القضيه الجنوبيه، اما اذا كانوا في الجهه الاخر في الجهه المقابله لافشاله فبالتاكيد هو لا لا لا. فاليد المقبوضه، اليد المقبوضه لا يمكن لها على الاطلاق ان تصافح على الاطلاق. فالمجلس الانتقالي مد يده ودعا كثير من الدعوات وتقدم خطوات للحوار الوطني الجنوبي وحقق شيء لا نقول مكتمل ولكن على الأقل حقق جزء من هذه الهدف. كنا نتمنى عن القوى التي تعيب على المجلس الانتقالي وتنتقده ليل ونهار وتقول فيه ما لم يقله مالك في الخمر، أن تتقدم خطوة واحدة، أن تبادر في مسألة واحدة وهي مسألة الحوار، أن تجمع هذا الشتات وهذه هذه الكتل المسمى التي تصفت للنضال لإسقاط المجلس الانتقالي، أن توحد نفسها تحت مظلة واحدة، ونحن بالتالي أبناء قضية واحدة وأبناء مشروع واحد وأبناء وطن واحد. الكلام هنا يسقط تماما وينسحب تماما على الأخوة في الشمال. لسنا خصوم للأخوة في الشمال، لا للإصلاح ولا حتى الحوثيين. إحنا شركاء في وطن واحد وفي مصير واحد وفي بقعة جغرافية واحد. إذن سيد عبد الكريم، تتهمون المجلس الانتقالي بأنه أداة من أدوات الإمارات وبأنه يعني قراره ليس بيده كما تحدث سيد عبد الكريم، لكن هذه التكتلات التي ظهرت الآن هي بدعم من الرياض، كيف يمكن تسمية ذلك؟ أولا الانتقالي انحنى للمتهم، الانتقالي هو يفخر تعليق الأعلام وتعليق صور عمال الإمارات على الصدور القابسة وتعليق أعلامهم على رؤوسهم على أكتافهم وفي محلاتهم وفي كل حركاتهم وسكناتهم. نحن لم نتهمهم، هم من قالوا نحن إماراتيين. هذا جانب. الجانب الآخر، المكونات التي وجاءت الآن واللي يقول البعض أنها بدعم من السعودية هي نتاج للتواجد السلبي للانتقالي. نحن عندما نتحدث يا صلاح عن الانتقالي عن التواجد بالنسبة للانتقالي نتحدث عن التواجد الإيجابي والتواجد السلبي. أنا تحدثت في بداية سؤالي في جوابي السابق عن التواجد الإيجابي وقلت أنه هو تواجد إعلامي لا أقل ولا أكثر، لكن التواجد السلبي هو موجود على امتداد الخارطة الجنوبية. نعم، مزقنا المجتمع، مزقنا شعوبا وقبائل، فلت علينا حضرموت الآن سقطت من أيدينا كما سقطت سقطرة كما سقطت المهرة، والآن شبوة في الطريق إلى السقوط وبين بتلحقها وبيبغى معكم الاستواري. يا صلاح تعالوا، يا صلاح انظروا الى الموضوع، انظروا الى القضيه بموضوعيه وفقا لخطوره الموقف الحالي اقليميا ودوليا ومحليا. انتم وصلتم الى طريق مسدود وانتم تحاربوا مشاهرين اسلحتكم في وجه اخوتكم، لماذا لا تقبلوا بان تكونوا مكون من ضمن المكونات؟ لماذا مصرين على انكم حتى الحوار اذا وجد انتم رعاته وتخونوا شمالا ويمينا؟ الاصلاح خاين في حضرموت وصديق في مجلس مشاورة الرياض، أنت تجلس إلى جانب الإصلاح وتشرب وتأكل معه في مجلس مشاورة الرياض والإرشاد العليمي، لكنه خصم بالنسبة لك في حضرموت، خصم بالنسبة لك في بيان. هذه كلها مبررات فقط للتدخل في المحافظات وتخريبها لصالح مشاريع أقليمية. نحن نعلم أن هناك خلافات وتباينات بين طرفي الإقليم السعودية والإمارات. إذا وبالتالي ما الفائدة من هذه المكونات التي تظهر فقط كتجلي لهذا الصراع الإقليمي سيد عبد الكريم؟
وبالتالي نحن عندما نتحدث عن وطن يجب أن نتجرد من انتماءاتنا. سؤالي سيد عبد الكريم، هذه التكتلات التي تظهر كتجل للصراع الإقليمي، ما فائدتها بالنسبة لليمن للوطن؟ أنا شخصيا أعتبر المكونات، وجود المكونات حالة من الحالات التنظيم في إدارة المجتمع، لا أنظر لها كمكونات سياسية. لماذا؟ لأن المكونات السياسية موجودة على الساحة وفشلت. المكونات الشمولية أقصد فشلت، المكونات التي تريد أن تتحدث عن الكل، يعني قرية تريد أن تتحدث عن يعني 5-6 محافظات، فئة تريد أن تتحدث عن شعب كامل في الشمال، هذه المكونات الشمولية فشلت، ما لن تستطيع إلا إدارة الحرب. أما تحقيق النصر تأسيس لدولة لن تستطيع الأطراف هذه. فعلينا أن نبني المجتمع، نحن مجتمع أساسا شرقي قبلي، نحن مجتمع عشائري اليمن، وبالتالي علينا أن نعيد الاعتبار لمجتمعنا، لمرجعياتنا القبلية، مرجعياتنا العشائرية. من هنا يبنى المجتمعات، من هنا يبنى المجتمع بعد تدمير بالنسبة للدستور والقانون. سيد عبد الكريم، دمر كل المرجعيات في الجنوب، وبالتالي نحن في الجنوب مهتمين بهذا الجانب، انا اعتبرها انها حاله من حالات التنظيم والدستور والقانون، دستور الدوله اليمنيه والاحلام في السلطه. هل سمعتني سيد عبد الكريم؟ بالنسبه للدستور، اليست المرجعيه الاولى ان يتم الرجوع اليها؟ الدستور الدستور والقانون، دستور الجمهورية اليمنية، أليس هو الأولى أن تتحدث عن الرجوع إلى مرجعيات قبلية والعديد من الأشياء التي تحدثت عنها؟ وبالنسبة للدستور، دستور الجمهورية اليمنية، أين هو مكانه فيما ذكر؟ أنا أتحدث عن الواقع يا سيدتي، أتحدث عن الواقع وليس أتحدث عن ما يجب أن يكون. نعم، ما يجب أن يكون نكون الدستور هو الحاكم، لكن الدستور متى يكون حاكم؟ عندما تتواجد الدولة. لكن الدستور منه اللي بيشرف عليه وبينفذه الآن؟ الحوثي الإيراني ولا التقدم الإماراتي ولا غيره؟ قطري كان ولا سعودي؟ من بينفذه؟ نحن محتاجين أول نتحدث عن الدولة قبل الدستور. الدستور أنا اللي أعرف أنه تم تجميده بمبادرة الخليج، وتم إخراج مبادرة الخليج كحل، وجاء مؤتمر الحوار الوطني وإلى آخر. وضحت. تفضل بالبقاء معي سيد عبد الكريم. فنحن الآن نتحدث عن حاجة ملحة للحاضر. وضحت. إذا سيد صلاح، يعني هناك الآن توجه عن أو حديث عن توجه لإعلان مجلس أهلي في عدن، هذا تقريبا سيكون أخطر ما يمكن على الانتقالي بعد مجلس حضرموت الوطني، بالتالي ما الذي سيقوم به الانتقالي الآن؟ هل سيحرك آلته العسكرية؟ هل سنشهد نشوب يعني حروب في هذه المناطق؟ أكثر مرة نقول بأن هذه المجالس إذا كانت ستنتصر للمحافظات وتستعيد حقوقها، فبالتأكيد نحن نصطف معها ونكون إلى جنبها بكل تأكيد. لكن إذا كانت هذه الكيانات هي عبارة عن ستار الأحزاب، قد فشلت. وبالمناسبة عدن ليست الأول مرة الذي تحدث فيها عن مجالس أهلية، عدن بها أكثر من مجلس أهلي منذ 2011 تقريبا حتى هذه اللحظة، وبالتالي ليس هذه المرة الأولى التي تحدث فيها عن نشوء مجلس أهلي. وعلى كل حال إذا أضيف مجلس أهلي أهلا وسهلا، مرحبا به فوق ما هو موجود. لكن يعني نفهم من حديثك أنه في حال إذا ما كانت هذه المجالس تتحدث بتوجه غير توجه الانتقالي، سيتم تحريك الترسانة العسكرية التي يملكها الانتقالي لفرض سلطته في هذه المناطق. لا أعرف كيف يستقيم الحديث عن مجلس أهلي وفي دارة الوقت بأنه سيكون مضاد للمجلس الانتقالي، وكلامك واضح بالتأكيد. فهذه هي بالفعل هو بيت القصيد، فتحت مسمى المجالس الأهلية هناك غرض سياسي، هنا غاية سياسية. بالتأكيد هي ستوظف ضد المجلس الانتقالي مثل ما تفضلت بكل تأكيد، مع أنها مسميات مجالس أهلية ومجالس قبلية، ولكن صحيح هذا هو الغرض وهذا هو النية التي يراد بها اليوم. أما إذا كانت هذه المجالس بأنها ستهتم تصب جهودها في انتشال المحافظة من هذا الوضع وإخراجها من هذا المأزق، من هذه المأساة، هذا ليس ضد المجلس الانتقالي، بالعكس هو يضيف، هو يشد من أزره وهو يخفف عنه المهمة، يشيل عنه كثير من جورها التي نراها اليوم. وبالتالي
نعم لا بد أن أفرق ما بين مسائل أهلية، مسائل أهلية خالية من دسومات ومن نعم وضحت كل وضحت الترور الأحزاب، وما بين مجالس يتم تأسيسها تحت هذا المسمى لغرض سياسي ولغايات حزبية لا نقدر ابدا ان نتجاهلها سيد عبد الكريم نتغافلها نعم. ونتعامى عنها لا يمكن تجاوز قوة وعي 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 شعبي اصبح نعم. سيد عبد الكريم لا يمكن تجاوز قوة المجلس الانتقالي في مختلف المحافظات الجنوبية، بالتالي كيف ستتعامل هذه المجالس مع هذه القوة العسكرية؟ ما الذي بيد هذه المجالس والتكتلات؟ المجالس هي حركات شعبية والشعوب لا ترهبها الدبابات ولا القوات العسكرية، ولو أن الشعوب أو ولو أن القوى العسكرية هي من تحسم الأمور وتصنع الدول لكانت قوة الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يمتلك الأسكود و29 وكل الأسلحة كانت موجودة. هذه مقاييس ومعايير انتهت، عندما يتحرك الشعب تسقط الأسلحة تسقط الدكتاتوريات، فهذه حركات شعبية على الكل أن يستوعبها وعلى الكل أن يتعاطى معها تعاطي إيجابي وبعقل سياسي وبعقل متفتح خارج إطار القرى والمناطق والفئات. يجب أن نتحدث أو نفكر بطريقة وطنية، وطالما ومشروع الانتقالي في الجنوب يقول أنه مشروع فيدرالي، فما الذي يضر أن تتنظم حضرموت داخليا وأن تتنظم أبين داخليا وأن تتنظم عدن داخليا وأن تتنظم الضالع وتتنظم لحج وتتنظم شبوة؟ لماذا؟ بمعنى سيد عبد الكريم أنه إذا تم التصعيد العسكري لن نرى أي تحرك من هذه التكتلات بما أنها شعبية؟ نعم هل وضحت؟ هل سمعتني سيد عبد الكريم؟ مقابل التصعيد العسكري من قبل المجلس الانتقالي، كيف ستتعامل هذه القوة؟ هل سترضخ لهذه القوة العسكرية بما أنها مجالس شعبية كما تحدثت؟ أنا قلت أن الحركات الشعبية لا ترضخ للقوى العسكرية. لو كانت الحركات الشعبية ترضخ للقوى العسكرية كان الحراك الجنوبي رضخ لقوات حفاش. هذا الكلام هذه معايير انتهت، ما في شيء، ما حد يوقف قدام حركات الشعوب. نحن نتحدث عن كيفية تعاون العسكريين مع الحركات الشعبية، هذا السؤال الصح. هل العسكريين هؤلاء بيدفعهم الدافع الوطني؟ هل الانتقالي فعلا بينتبه وبيسلك الخط الوطني وبيحافظ على أبناء الشعب في كل المحافظات حتى اللي يختلفوا معه، أم أنه بيفضل رهينة وللقرار الوحدة الخاصة الإماراتية وبيضرب في كل الاتجاهات وبالتالي بيخسر نفسه أولا وقبل كل شيء وبيضع الجنوب على كف عفريت مرة أخرى؟ شكرا جزيلا لك السيد عبد الكريم السعدي، رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، وأيضا أشكر من القاهرة السيد صلاح الصقلدي الصحفي، وأشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.